دائما في برنامج تواصل نحرص على كل جديد صناع المحتوى، ونستضيف المشاهير وصناع المحتوى ونناقشهم في محتواهم. اليوم على طاولة التواصل نستضيف خبير في صناعة المحتوى لنناقش حول كيفية صناعة المحتوى. لذلك باسمي وباسمكم نرحب بالدكتور ناصر العباس. أهلا بك دكتور ناصر. حياك الله. أهلا وسهلا. أنا أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. أولا دكتور ناصر، هل فعلا المحتوى هو الملك؟ أكيد المحتوى الملك، ولكن في أدوات تساعد هذا الملك أنه يكون، يعني زي ما تقول، فعلا يطلق عليه أنه زي ما تقول، خلني أقول الفكرة الأساسية هي وش أساسا، هل المحتوى يستاهل أنه يصنع أم لا؟ إذا كانت فكرة جيدة يعني زي ما أقول أنا في العادة أبدأ من حيث ما انتهى الآخرون، يعني ما أبدأ مثلا في يعني زي ما تقول أقل من المستوى الموجود في الوضع الراهن ولا أعلى، أساس ما أكلف نفسي في أمور يمكن فوق طاقتي، فأبدأ في المتوسط. ممتاز. والفكرة تكون أكيد هذا. قبل أن ندخل في الفكرة يا دكتور، لماذا سمي المحتوى هو الملك؟ وش التشبيه العميق في هذه المقولة؟ لأن فعلا هو أساسا إذا كان المحتوى نوعي، يعني في العادة إما تكون فكرة طرحت سابقا وانت عطت صياغتها بشكل بطريقتك وبأسلوبك الشخصي، أو إنها تكون يعني فكرة متفردة ولم تطرح، وهذه صعبة يعني تحصل ولكن بشكل نادر. فيعني إذا قلت المحتوى هو الملك، فعلا المحتوى إذا كان أساسا أنت أدواتك زي ما تقول دون المستوى أو إنها ضعيفة، فالمحتوى أساسا هو اللي بيرفع هذه الصناعة عندك إلى مستوى أعلى بما أن المحتوى. لكن إذا قلت لك إذا اجتمعت زي الخلطة كذا، إذا اجتمعت أدوات جيدة أو خلينا نقول فكرة محتوى جيد مع أدوات، فبالتالي بيكون أكيد محتوى يعني نوعي. طيب دكتور، احنا نسمع كثير أنه يعني ما يحتاج لا محتوى ولا تعب نفسك، شوف المشاهير يقولون أي شيء ويوصلون للناس وهي تضرب مع الواحد، هل هذا صحيح ولا لا؟ لازم أتعب المحتوى وأراجع الفكرة وأشوف المناسب للجمهور اللي بقعد. والله هي هذه الفكرة مرتبطة بالصلاحية. إذا كنت أنا مثلا اشتغلت زي ما تقول بشكل عشوائي بدون ما أخطط أو ما أعمل حساب للمحتوى اللي هطرحه، وهذه جربناها حقيقة، إذا كان المحتوى أساسا زي ما تقول هش كذا، ما فيه فائدة، ما فيه أمر معين، بيكون صلاحيته يعني قصيرة جدا. فإذا تقصد بالصلاحية؟ الصلاحية أن فترة من الفترات يمكن يستمر معك فترة معينة وخلاص في الأخير يتناسون الناس. ولكن إذا كان فعلا محتوى أصيل وتعبت عليه وزي ما قلت أنه محتوى جدا قيم وفيه يراعي بعض الأمور، فبالعكس بيكون صلاحيته زي ما تقول ممتدة، وأيضا بيكون من فئات كل فئات المجتمع يتابعونه. لكن إذا كان في مختص في أمر مثلا في مجال معين في الترفيه وكذا، ممكن يكون أكيد فئة كبيرة، ولكن ليس مثلا إذا كان فيه محتوى في قيمة معينة زي ما تقول فيه تعب، فيه جهد، فيه إخراج، فيه أدوات، فيه فكرة، يعني أنت تحترم أساسا المشاهد اللي جالس يتابعك. فكل ما احترمت الشخص وكل ما أعطيته قيمة هو بيعطيك قيمة، بالتالي الصلاحية هتستمر معك أطول. يعني أولا وأخيرا هي أساسا، يعني أنا قبل فترة غررت في موضوع أنه ممكن في يوم من هالأيام يكون تسمعنا بتقنية الهولوغرام، أي ممكن أن نكون في مناسبة ويكون شخص حاضر هولوغرام، فنقول تفضل على العشاء، يقول لك لا والله أنا حاضر هولوغرام، ممكن فيصير صناعة محتوى بالهولوغرام. فالصلاحية هنا اللي بيجلس على نفس أسلوبه وطريقته، ممكن أنه إذا طلعت تقنية جديدة ما ينسونها الناس. ينسونها الناس. يعني جزء من دوام أو إطالة صلاحية المحتوى أنك تتواكب مع الأدوات. نعم نعم. طيب دكتور، إحنا بنرجع للأدوات، لكن أنواع المحتوى، هل هناك أنواع؟ الشخص لازم يعرف وش النوع المناسب له في الصناعة. بالضبط، في محتوى مسموع، في محتوى مرئي، وفي محتوى مكتوب. طبعا كل شخص يحدد وش المسار الجيد. أيضا طلع عندنا الحين نشوف البودكاست، هو برودكاست صار اسمه، اللي هو البودكاست المصور اللي يعني تشوفه الآن في اليوتيوب وكذا. فبس الفكرة هنا مو في الأنواع، الفكرة أنا وش اللي يناسب إمكانياتي. في ناس ما يحب الظهور أمام الكاميرا مثلا، ولغة الجسد عنده ممكن تكون صعبة، ممكن ما تمرن، فهو أساسا ما يبغى. وفي ناس يحب الصوتي، والصوتي ثقله يعني أقوى بما أنه في تنويع في الصوت وكذا. المرئي أو العفو المكتوب طبعا أكيد أنه يكون له ملكة في الكتابة ولا يحتاج الأدوات. أنا دائما أرتبها في موضوع المرئي،
لأن في الإمكانيات المرئي أكثر تكاليف، أكيد باهظة تكاليفه من متوسطة إلى باهظة، والمسموع أيضا من متوسطة إلى باهظة، ولكن الكتاب يعتقد أن كيبورد ولا قلم ورقة وخلاص، وتنشر على أي منصة عندك موجودة يعني. يعني بمعنى أن إذا أنت ما تمتلك مهارات مثلا تكون مهارات التحدث أمام الجمهور أو التعامل مع الكاميرا أو إدارة الحوار، في أنواع ثانية ممكن تصنع فيها المحتوى، يعني إما بالكتابة أو كذا، يعني حسب مهاراتك ممكن تحصل النوع المناسب لك. بالضبط، هو أساسا يعني هو الشخص له، سبحان الله، كل شخص له. احنا فروقات فرديه، في ناس يحبون الكتابه، في ناس يحبون السماع. يعني انا قبل فتره كنت ماسك سفر، خط سفر، وكنت اسمع البودكاست، برودكاست اشوفه امامي، فسبحان الله جيت ونزلت البودكاست ابغى اسمعه 10 دقائق حرفيا يا استاذ، انه 10 دقائق وطفيت البودكاست، لاني وش رجل يمكن احب الاشياء البصريه اكثر، فطفيته. ففي ناس زي ما تقول يفضلون من من ناحية صانع المحتوى، يعني في ناس عنده إمكانيات في المرئي، في المسموع، في المكتوب، وأيضا في ناس يحبون المرئي، في ناس يقرؤون، في ناس يسمعون مثلا. طيب ما هي مجالات المحتوى؟ والله المجالات شوف كثيرة، يعني أنا قلت أن في أفكار متداولة، في أفكار جديدة وحصرية، وهذه من الصعب أنك تجدها أو أنك تكونها وتصنع فيها محتوى. الثقل هنا هو ليس بالأنواع، الثقل في الفكرة، أنا كيف بطلع؟ يعني إذا كانت الفكرة متداولة، طيب ما هي القيمة المضافة عندك؟ عند أستاذ فايز مثلاً، وش الموجود القيمة المضافة؟ أي نعم، ناصر العباس وأستاذ فايز العمر بيصنعون نفس المحتوى، ولكن فايز عنده أسلوب معين، عنده طريقته في طرح معلومة في نفس المحتوى، ولكن عنده أسلوب خاص في طرح المحتوى، إذا عندي قيمة مضافة. لكن أنا إذا ظهرت ناصر العباس وقلدت وقلدت أستاذ فايز العمر، فبالتالي أنا ما لي اسم ولا لي، ما راح يعني، صلاحيتي قصيرة محدودة جدا. فهنا المسألة في الفكرة نفسها. المجالات كثيرة، تقدر تتكلم عن الطهي، تتكلم عن كل شيء، مجالات مختلفة كثيرة. يعني في ناس الآن بدأوا يصنعون في مواضيع البناء، تخيل البناء صاروا يصنعون فيها محتوى، المواضيع الاجتماعية، المبادرات، يعني أشياء كثيرة كثيرة. في ناس شغال مثلا يشتغلون في مجال المبادرات، يعني ما يصنع محتوى، ولكن مجرد ما تأتي مبادرة. في ناس مثلا في مجال التغطيات والأحداث والفعاليات، بما أن المملكة الحين ما شاء الله عند الأمور الفعاليات والمؤتمرات كثيرة جدا، فخلاص يعني لقى زي ما تقول مجال حيوي قدر يصنع محتوى فيه. ممتاز. طيب هل التخصص في مجال واحد يساعد على الانتشار، ولا ممكن أخذ أكثر من مجال عشان أوصل الجمهور هذا في الطهي مثلا، وجمهور في البناء وفعاليات، ولا الأفضل أن الواحد يأخذ مجال واحد ويشق طريقة؟ والله شوف، هي يعني أنا بالنسبة لي كقدرات الشخص، هي ترجع لقدرات الشخص. في ناس عنده أكثر من موهبة، ولكن عاد ما يصنع محتوى زي ما تقولي يثقل على نفس المحتوى، يعني يروح يصنع في الطهي، يصنع في كذا. إذا كان عنده مهارة، مهارتين مثلا، فيستطيع أنه مثلا يعمل هنا ويعمل هنا. الطهي مثلا، في ناس أغلب الطهاء الحين مثلا تلقاه يعمل وهو أساسا تخصصه مختلف، فممكن يتحدث عن تخصصه، ليش لا؟ لكن المسألة زي ما قلت لك في قدرة الشخص، وهل هو فعلا أنه يعني في ناس يعملون في تخصصات هو ما يعني ما عنده شغف فيها، ولكن درسها واشتغل فيها ك زي ما تقول أجر يومي وكذا، فما يقدر يصنع فيها محتوى، يمكن ما راح يبدع فيها، لأن المعيار هنا قياس أنك عندك شغف وعندك مجال معين أنت موهوب فيه. إذا قضيت هذه من عندي، إذا قضيت في التخصص وقت أكثر من الطبيعي، يعني مثلا قال لك والله العمل هذا يتم في ساعتين، أنت عطيت خلصت العمل في ساعتين أو في وقت قياسي، وجلست تراجع وتستمتع في المراجعة، هذه مقياس، يعني من احد المقاييس، خليني اقول لك انك انت عندك شغف في مجال معين، فليش ما تصنع محتواك فيه؟ طيب هو مساله التنقل من اكثر من مجال، هي انت ربطتها بالقدره، بس هل هذا بيوصلني للجمهور اكثر او لا؟ ممكن يصير في تشتت في الصوره الذهنيه وما اقدر اوصل للجمهور بشكل جيد. هو طبعا تكون خطواتك مدروسه، يعني مو من الطبيعي اني يوم في شكل ويوم في شكل، لا، ممكن اني اخذ فتره طويله كشهره في مجال معين، وبعدين اغذيها بمجال اخر، انه اقول ترى يا جماعه عندنا في، وترى كثير في ناس تخصصوا في مجال معين بعدين دخلوا في مجال اخر وما مشوا فيه، بعدين رجعوا على نفس الجاده اللي هم جالسين يصنعون فيها. جميل. طيب دكتور، لو نقول نبي ثلاث اسباب
ناجحة في صناعة المحتوى؟ ما هي هذه الثلاث أسباب اللي ممكن أي صانع محتوى يتابعنا يعمل على هذه الثلاث ركائز سينجح محتوى أكثر؟ أول شيء الفكرة. الفكرة هذه من أهم، زي ما قلت أنت، المحتوى هو السيد، هو الملك، هو الملك حقيقة. الأمر الآخر اللي هو الفكرة، طبعا إذا كانت متداولة أم حصرية. إذا كانت متداولة طبعا بيكون ثقلها أعلى، وأيضا الاستمرارية. الأمر الآخر، في كثير صناع محتوى يجلس لفترة وما يرى، يعني في ناس يربط لك الأرباح المادية، يقول لك أنا بصنع محتوى علشان أحصل. ما هو نعم نعم أكيد الفوائد المادية لكن الجانب المعنوي هنا، أنه ردود فعل الناس، هل هم أنت عندك قبول للناس أم لا؟ الناس قبلوك، لأن توفيق من الله ثم من الناس، الناس هم اللي بيقيمونك. فيصير الفكرة، الاستمرارية، وأيضا نوعية المحتوى. أنا إذا هل أنا أعد يعني أجتهد فيه أم لا، حتى لو كانت فكرة متداولة أو جديدة، فهل أنا أجتهد؟ إذا كان مود محتوى سريع أو أني ما أجتهد فيه، فطبيعة الحال أنه بيكون صلاحيتي قصيرة فيه. جميل. طيب دكتور، يعني بحكم أنك خبير في صناعة المحتوى، وش الشيء اللي ما يعجبك في صناعة المحتوى عند المشاهير؟ تقول لو ينتبهون لهذه النقاط بصير يعني تأثيرهم أفضل، انتشارهم بشكل إيجابي أكبر. هو طبعا يعني إذا كان مثلا مسألة أنه أنت يتابعينك ناس كثير، يعني ما قلنا بالملايين مثلا وكذا، فالواحد إنه يحاول يكون ضمن طاقم أنه يكون فيه فوائد في المحتوى نفسه، يكون فيه قيمة مضافة في هذا المحتوى، أساس أنه فعلا الأشخاص اللي بيتابعونك ممكن فيه أطفال، ممكن فيه كبار في السن وكذا، فيكون فيه قيمة مضافة من هذا المحتوى اللي أنت جالس تطرحه. إذا ما كان في قيمة مضافة وما في مثلا فوائد معينة، أي نعم يعني ممكن يكون الترفيه الآن زي ما تقول الترفيه في موضوع المحتوى هو اللي طاغي، ولكن لا ما يمنع أن يكون في ترفيه، وأيضا في ضمن هذا الترفيه يكون في هدف اللي هو هدف قيمة، في قيمة معينة، قيمة مضافة معينة. وش تقصد بالقيمة المضافة؟ لو في مثال يوضح المفهوم أكثر. يعني مثلا فائدة معينة، فائدة في موضوع مثلا إذا والله أنا أصنع في محتوى في مجال مثلا الصغار ويكون ترفيهي، فليش ما يكون ضمن المحتوى يكون في قيمة مضافة، أن تعليم الأطفال أمر معين إيجابي مثلا، تعلم إكسابهم بعض المهارات الاجتماعية، المهارات الاجتماعية مفقودة لدى الكثير، يعني مسألة الاحترام الـ يعني احترام القواعد الاجتماعية بشكل عام، المحافظة على الممتلكات العامة مثلا، هذه أيضا من أحد المهارات الاجتماعية، فليش ما يكون أحد الأهداف، خليني أقول الأهداف الجيدة والرائعة والنوعية، أن يكون فيه تعليم للمهارات الاجتماعية مثلا. طيب دكتور، في أكثر من مرة ذكرت اللي هو مسألة الأدوات أهم من الفكرة، الأدوات، إذا أدواتك تخدمك. طيب وش أهم ثلاث أدوات إذا امتلكها صانع المحتوى سيقدم بشكل أفضل؟ والله هو أول شيء على المحتوى نفسه، إذا كان مسموع مرئي أو مكتوب. إذا كان مرئي طبعا أكيد أنه زي ما قلت يبدأ من حيث ما انتهى الآخرون، يعني الكاميرا هي من أحد الأدوات الجيدة، وأيضا أنت كمهارتك أن أنا ما أطلع بشكل يكون مختلف، لازم أني أدرس بعض أنا ما أقول لك أدرس في شيء اسمه التعليم الذاتي، فليش ما أدخل وأشوف أشياء أتغذى بصريا فيها أساس أني أستطيع أكون زي ما تقول ضمن المستوى العام. ممتاز. هذه في الأدوات. الأدوات مثلا في المسموع يكون عندي قدرة على استخدام مثلا الأدوات اللي أستخدمها ما تكون مرتفعة، هي غالبا يعني بتكون مرتفعة، يعني السماعات غالية، يعني غالية، والكاميرات والأدوات بشكل عام. لكن أنا زي ما قلت لك أخذ المستوى المتوسط وأبحث كثير، كل ما بحثت كل ما حصلت على أدوات، يعني تغذيت الفكرة بأداة تكون متوسطة إلى ما أوصل مرحلة العالمية، وبالتالي عاد أغير إلى أدوات يكون أغنى وأكثر. طيب لما أكتشف مهارته في صناعة المحتوى كيف يكتشفها؟ بالتجربة. يعني أنا جلست 14 سنة ما كنت أفكر في يوم من الأيام أني بدرب ناس، ولا كنت في بالي الفكرة هذه أساسا. كنت أدرب ناس في في دورات عادية يعني. فجاء يوم وقلت أنا عندي معرفة، ليش ما أنقلها للناس؟ يعني عندي خبرة في مجال معين، وفعلا سويت مبادرة وكانت دورات عن بعد، وفي الأخير سألت الحضور عندي، قلت هل أنا أصلح مدرب؟ قالوا تقدر، ليش لا؟ وفعلا فأنا جربت هنا، وخلني أقول لك الجرأة والقراءة، الجرأة هنا أني أجرب الأشياء أشوف وش اللي يجوز لي،
هل أنا فعلا أمشي في مجال معين أم لا. لكن إذا أنا منغلق وزي ما تقول في منطقة راحتي ما راح أكتشف نفسي بأي حال من الأحوال، ما راح أكتشف نفسي أبدا، لابد أني أطلع وأشوف وش اللي يناسبني. يعني في ناس مثلا ترى المواهب والإبداع أنا أعتقد أنها ما تقتصر على مهارة ولا على أمر معين، هو فكر فقط، عندك فكر معين، أستاذ فايز العمر معروف ومحاور مذيع معروف يعني، فهو وجد نفسه لقى المحفزات أنه يجد نفسه كمذيع ومحترف في مجال الإعلام. فأيضا كل فايز، ناصر، خالد، عبد الله، نورة، كلهم الأشخاص هذول عندهم فرص، ولكن وين الجرأة اللي بستطيع أني أكتشف نفسي فيها؟ شكرا لك أستاذ ناصر، حنا وصلنا إلى ختام الحلقة، وأنت المدرب في مجال صناعة المحتوى. الله يطول عمرك، شكرا جزيلا لك وللمشاهدين الكرام، وبإذن الله أتمنى أن قدمنا شيء مفيد بإذن الله. وأنت كذلك قدمت شيء مفيد دكتور ناصر، وكذلك الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نودعكم الآن لنلتقي بإذن الله عز وجل غدا على خير وفي أمان الله.